رات علي حسين رات علي السد رات من سلطة الظلام من شاف ايش كثر شاف ايش كثر انت من تقرا الصحيفة تدرك السر بدعائه يناجي رب الدمعة تجري ويلتمس عطفه برجاء كل ذنب ما عنده هو ويندعي بحالة بكاء والجليل الجد أوهب رحمته وأرضه وسماءه لا عن ذنب لا خوف يتحي. نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية أينما كنتم، عظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة ذكرى استشهاد راهب آل محمد الإمام السجاد عليه السلام. هي الحدث العزائي الأبرز في محافظة نينوى، حيث يحيي المؤمنون المناسبة باهتمام كبير في كل عام، إذ تتقاطر الجموع من كل حدب وصوب في الموصل، حيث خرجت أفواج العزاء الحسيني إلى المقامات والمزارات المنتشرة في أرجاء المدينة، وكذلك هنا حيث مقام الإمام زين العابدين عليه السلام، حاملين لوعة الذكرى علي لكربلاء، مجددين البيعة والولاء لسيد الساجدين وصاحب زبور آل محمد سلام الله عليهم. أحبة المشاهدين أينما كنتم، تابعوا تغطيتنا حول مراسيم عزاء الإمام السجاد في مدينة الموصل. والجليل الجد أوهب رحمته أرضه وسماءه لا عن ذنب لا خوف يتعب قلب ملهوف يتعب قلب. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحرار في العالم الإسلامي ذكرى شهادة مولانا الإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام في يوم 25 من شهر محرم الحرام. الأجواء في شهر محرم أجواء حزن كما تعلمون، وخاصة في هذا اليوم يوم 25 من شهر محرم وهو ذكرى استشهاد مولانا الإمام السجاد عليه السلام. الإمام السجاد معلوم أنه ابن الإمام الحسين عليه السلام وجده أمير المؤمنين علي بن طالب عليه السلام، كان ولادته في 5 من شهر شعبان سنة 38 الهجرة، وشهادته في 25 من شهر محرم الحرام عام 95 للهجرة، أي كان عمره الشريف 57 عاما. مر الإمام السجاد عليه السلام بمحنة يتميز بها عن باقي الأئمة سلام الله عليهم، باعتبار أنه الإمام الذي رأى ما رأى في واقعة الطف الأليمة واستشهد به وإخوته وكذلك أولاد عمومته، وكذلك بالرغم من هذه المعركة الأليمة الذي استشهد فيها الشهداء من والده وإخواته، أيضا كان الإمام في السبي مع عماته إلى الشام، كان أعظم محنة من المعركة التي شهدها الإمام السجاد سلام الله عليه في يوم عاشوراء. الإمام السجاد سلام الله عليه مر بأدوار كثيرة وكان له دور في العالم الإسلامي. الدور الأول كان الإمام جعل بيته مركزا للعلم
أي شكل مركزا للعلم كجده أمير المؤمنين علي بن طالب عليه، باعتبار أن الإمام السجاد عليه السلام كان المؤسس الثاني لل إن صح التعبير للحوزة العلمية للشيعة وللمسلمين آنذاك. أما الدور الآخر للإمام السجاد، حيث كان الإمام دور العبادة، أي كان ولأجل هذا سمي الإمام بزين العابدين بكثرة عبادته وكثرة انشغاله بذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة، وحتى سمي بذي الثفنات من أحد ألقاب الإمام سلام الله عليه إلى لقبه زين العابدين أيضا ذي الثفنات، لأن كان الإمام في مواضع سجوده يكون هناك لحم زائد يقوم بقطعها أو ببترها في كل سنة أكثر من مرتين. أيضا الإمام كان له دور بارز في الوصول المساعدات إلى الفقراء. كان الإمام سلام الله عليه في الليل كان له أوقات خاصة يقوم بزيارة الفقراء ودفع الأموال لهم وأخذ المونة من الأكل ومن التمر ومن غيرها إلى هؤلاء الفقراء. أيضا الدور الآخر للإمام سلام الله عليه، حيث كان قد أسس رسالة الحقوق. من المعيب أن نسمي اليوم أن رسالة هناك مؤسسة الحقوق الإنسان الذي أسس قبل تقريبا أقل من 100 سنة، في تقريبا 1940 والسادة، لكن لو رجعنا إلى التاريخ أن الإمام السجاد هو المؤسس لحقوق الإنسان، المؤسس الحقيقي الإمام السجاد سلام الله عليه، باعتبار أن له كتاب وله مؤلف قوي هو رسالة الحقوق. أعطى رسالة حق الأب، حق الأم، وحق الأستاذ، وحق المؤذن، وحق الجار، وحق 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 من حقوقه الكثيرة لا مجال لذكرها. وكذلك الإمام السلام الله عليه جعل الناس يهتمون بالسياسة الأموية الذي كان سياستهم الظلم والبطش عن طريق الأدعية. فلأجل هذا أن الإمام سلام الله عليه له كتاب اسمه الصحيفة السجادية، وهو زبور آل محمد. هذا الكتاب أود أن يعني أن الناس يطلعون على هذا الكتاب بما فيه من المضامين القوية الذي أشار إليه الإمام السجاد سلام الله عليه، وكثير من الأمور التي مر بها الإمام السجاد سلام الله عليه في خطبته الشهيرة في الكوفة وخطبته الأقوى شهرة في مجلس يزيد بن معاوية في الشام، حيث قال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، فقد أعطينا ستا: الحلمة والعلمة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا أسد الله ورسوله ومنا سبطاء هذه الأمة ومنا فاطمة الزهراء. وبين للناس أن مظلومية أهل البيت سلام الله عليه، باعتبار أنهم كانوا في نظر أهل الشام ونظر المسلمين أن هؤلاء خوارج، ولكن الإمام بين لهم أنهم هم أهل بيت النبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل وهم نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسلام على الإمام السجاد يوم ولد، وسلام عليه يوم استشهد في مثل هذا اليوم، وسلام عليه يوم يبعث حيا ويكون شفيعا لنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالنسبة يعني من الزيارة ومراسيم الزيارة وقدوم الزوار من مختلف المكونات إلى مقام الإمام، مقام الشريف هنا في هذه البقعة الطاهرة، كيف تجدون أجواء الزيارة وكذلك مراسيم الزيارة؟ الأجواء في مقام الإمام السجاد سلام الله عليه، وهو يوم ذكرى شهادة الإمام السجاد سلام الله عليه، يعتبر هذا مركز للشيعة الإمامية في مدينة الموصل، والناس يتوافدون في جميع أنحاء سهلين، بل وحتى في داخل مدينة الموصل وحتى في مدينة النعفر يأتون لزيارة الإمام السجاد عليه السلام في أيام العاشوراء وفي أيام الأربعين. وحتى في هذا اليوم الأجواء كما تعلمون هناك مواكب حسينية، وهناك مواكب توزيع الأكل، وهناك مواكب توزيع الثواب ومواكب للطم وخطب، وهناك أيضا مواعظ وإرشادات في هذا الطريق. وكما تلاحظون هذه الزوار بكثرة يأتون في جميع بقاع منطقة سهلين ويزورون الإمام ويواسون الإمام السجاد سلام الله عليه، في باعتبار هو يوم شهادته وكذلك أيام شهادة والده الإمام الحسين سلام الله عليه. اي قصد ينفع لي وينفع معركه الدنيا طبوحها
ودعوتك للفار درعك، رحمتك منك قريبة بكل مكان ويسمعك للخالق دعوات مقرون بالنيات مقرون بالنيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أولي المكارم والجود الذين أذهب الله تبارك وتعالى عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. بالبداية نعزي إمامنا السلطان العصري والزمان إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما نعزي مراجعنا العظام ونعزي الأمة الإسلامية بذكرى استشهاد سيدي ومولاه الإمام علي بن الحسين زين العابدين الذي توفي 25 محرم، طبعا ذكرى أليمة من بعد استشهاد والده الإمام الحسين عليه السلام. أيام محرم طبعا أيام حزن، أيام حزن على المسلمين، فدائما نحن نسأل من الله من المولى العلي القدير أن يحفظ الإسلام والمسلمين وشيعة أمير المؤمنين. نعم، من وين قدومك أنت؟ قدومي من قرية المفقية. نعم. سيرا إلى المقام الإمام زين العابدين. نعم الحمد لله. شلون شفت اجواء الزياره والقدوم الاهالي الى قدوم الاهالي استاذ العزيز؟ كتحليل فيزيائي نوع من الجاذبيه الى محبه اهل البيت عليهم السلام، كتصديق برساله الرسول وولايه امير المؤمنين ومحبه اهل البيت عليهم السلام. من حيث الخدمه شلون شفتم الاجواء؟ ما شاء الله، يعني اذا الخدمه ما شاء الله سنه على سنه ازداد الخدمه. يعني نعطيك كمعلومه، العام 537 موكب كان في منطقه سهنينوى، الحمد لله هاي السنه زادت الى 637 موكب. يعني يزداد على سنه على سنه بترحاب وتقديم الخدمات والماكل والمشرب لزوار المقامات الموجوده في سهنينوى. نعم، هل المقام الامام زين العابدين هنا خصوصيه من اجل يعني القدوم كل استاذ العزيز؟ طبعا كالامام ابن امام وابن امام، وثانيا كمنزله خاصه للامام زين العابدين، هذا جبل الصابر يعني امامه استشهد الوالد واخوته، الله سبحانه وتعالى كان منطي صبر عماء يعني إمام معصوم، لهذا انطى الصبر والسلوان في مصيبة الوالدة الإمام الحسين عليه السلام. نعم، حاليا الكل هنا قد قدموا إلى المقام الإمام زين العابدين، هل يعني من الكل شيب وشباب رجال ونساء وأطفال الكل قد قدموا؟ طبعا كلها قادمون، العائلة بأكملها تطلع من بيتها، يعني تغلق الباب وتطلع مشيا إلى المقام الإمام زين العابدين، هي أولا في محبة الإمام زين العابدين الأولى، أما الثانية هي نوع من الجاذبية مثل ما ذكرت لك، يعني في محبة تصديق رسالة الرسول ولاية أمير المؤمنين. هل سابقا كان أكو هيك زيارة؟ لا طبعا ما كان أكو، بس يعني كمخفي كان يجون يعني، بس الحمد لله من بعد سقوط النظام وبنت المواكب وبدت في محبة صارت أصبح كعلنية يعني بالنسبة للمواقع علامة أهل البيت عليهم السلام. نعم، بالنسبة للمقام هل يعني من مقام، هل يعني صحيح عندما السبايا مروا من كربلاء الى الكوفه ومن ثم القدوم الى مدينه الموصل، هل هذه كان احد الاماكن؟ هذه هي احد الاماكن، يعني انا كولاد من المنطقه حسب ذكور يعني اجدادنا انها مقام شريف يعني، ودائما يطلع بها مثل ما يقول البركات. يعني ابسط مثال اذكر لك، والدي المرحوم قال احنا كنا بالطريق نشوف رؤيا، يعني رؤيا شنو؟ مثل ما شلون تقول لا يعني أو فانوس، نجي اليوم هما موجودة، نرجع مرة ثانية نلقيها موجودة، يعني هي بركات الإمام علي عليه السلام طبعا كأمير المؤمنين يعني. قصده ينفع لي ويلف عن معركة الدنيا طبوحها، ودعوتك للبار درعك، رحمتك منك قريبة بكل مكان ويسمعك للخالق دعوات مقرون بيه. عزي الأمة الإسلامية جميعا بمصايب أبا عبد الله الحسين، جينا من تل عفر لزيارة إمام زين العابدين، اليوم وفاته إن شاء الله، جينا من تل عفر والحمد لله
زيارة كله من تل عفار من أي قومية موجودين هنا. نعم، حضوركم اليوم هنا في لهذه المراسيم الزيارة، هل جيت وحدك أم جيت مع العائلة؟ مع العائلة كنا، وكسرات ومنشآت وكيات كله موجودين الحمد لله. جايين من الصباح من الساعة 5 طلعنا من تل عفار وصلنا الحمد لله الساعة، جايين يعني ماكو تفرقة إن شاء الله. جميع الأمة تل عفار جايين هنا إن شاء الله. شلون تشوف الأجواء الزيارة؟ والله ما شاء الله جيد جدا، جيد جدا يعني الحمد لله والشكر. لازم كل سنة احنا نحضر هنا إن شاء الله. كل سنة؟ ليش؟ والله على مود زيارة الإمام زين العابدين اليوم وفاته إن شاء الله، يعني وفاة لازم نزور، ماكو ما نعوفهم أبد ما نعوف. شافيش كثر شافيش، خل تدرس العباد خل مأجور حبيبي، سيرة علي سيرة علي من سلطة الظلام اكرم بالحسن تخليقني عبرة بالألم خلص حياته وانقضت حسرة على حسرة اي وانقضت حسرة على حسرة شعال لي بعيني شاهد والده. نعم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، مشاهدي ومتابعي قناة الأيام، جولتنا وتغطيتنا حول مسير نحو مقام الإمام زين العابدين لتجديد البيعة والولاء بذكرى استشهاد راهب آل محمد. اليوم هنا الكل يقدم الخدمة لزوار أبي السجاد عليه السلام، حيث الموكب هنا أحد أصحاب المواكب قد قدم من مدينة العفر مدينة الشهداء أيضا لتقديم الخدمة للزوار. نعم، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سنويا نحضر هذا المكان الطاهر في مرقد الإمام السجاد سلام الله عليه لتجديد البيعة والولاء لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتقديم التعزية إلى صاحب الأمر بذكرى وفاة راهب أهل البيت الإمام السجاد سلام الله عليه سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه. هذا الموكب تأسس منذ سقوط النظام البائد، نحضر يعني الموكب يحضر في أيام دفن الرؤوس نقيمها في سنجار، واليوم ذكرى استشهاد الإمام السجاد سلام الله عليه نحضر لهذا المكان المقدس لتقديم التعزية وإطعام الزائرين، نسأل الله القبول إن شاء الله. نعم، أنتم من مدينة العفر قد قدمتم إلى منطقة سهل نينوى والمسافة بعيد، كيف يعني موفقتم لهذه الخدمة؟ لا الحمد لله، يعني هو الإنسان إذا يقدم شيء مهما مشى مهما قدم قليل الجزء اليسير لما قدمه الإمام الحسين سلام الله عليه عندما ضحى بنفسه وإخوته وأهل بيته في سبيل إحياء هذا الدين الحنيف، فكل ما نقدمه للحسين سلام الله عليه هو قليل، لأهل بيته هو قليل. حضورنا من تل عفر إلى هنا باعتبار المرقد الشريف تابع للإمام السجاد سلام الله عليه، فاليوم مناسبة ذكرى استشهاده سلام الله عليه فحضرنا هذا المكان. سنويا نحضر احنا كموكب سكينة بنت الحسين من تل عفر نحضر لهذا المكان. المعزين ايضا موجودين من اهل تل عفر حاضرين بجموع غفيرة والحمد لله. هي تجديد بيعة، وايضا نقول لكل من يريد الإساءة إلى هذا المذهب إلى هذا الطريق الطاهر الشريف
بأنه نحن أبناء الحسين مشاريع استشهاد في سبيل هذه العقيدة وهذا الدين الحنيف إن شاء الله. موكبكم تم تشكيله من بعد سقوط الطاغية المقبور، هل قبل كان عم تقيمون مواكب العزاء في تل عفار وكذلك في أي مناطق أخرى؟ نعم، أنا منذ طفولتي، منذ نعومة طفولتي كانت هناك مجالس عزاء شبه سرية في أعظم البيوت يعني، ولكن بشكل سري لأن يعني النظام البائد كان يمنع هكذا مجالس، ولكن كانت تقام هنا وهناك، ولكن ما كانت بهذا الشكل ولا بهذه الكيفية. الحمد لله بعد سقوط الطاغية تأسست مواكب عديدة، يعني تل عفر تجاوزت 350 إلى بحدود 400 موكب حسيني الآن في مدينة تل عفر، وبقية الأقضية والنواحي اللي بسهل نينة، وأيضا يمكن تجاوز هذه الأعداد بأعداد كبيرة. سنويا كما تشاهدون الآن، إذا الأخ المشاهد ينظر لعدد الزائرين، ما كانت هناك زيارة بهذه العدد وبهذه الكمية في زمن النظام البائد. كانت هناك زيارات، ما نقول يعني نهائيا ما، ولكن بخوف وتحفظ للزيارة، خصوصا الشباب ما كانوا يحضرون، الشباب بالذات باعتبار يخافون، لأن هم كانوا يستهدفون، الأغلبية يستهدفون الشباب من الزائرين. الحمد لله ولت ذيك الطائفة اللعينة، والحمد لله الآن كما تشاهد الإطعام والزائرين بكثرة الحمد لله والشكر. نسأل الله أن يديم لنا هذه النعمة، هاي نعمة فضيلة أن إنسان يقيم شعائره بحريته وبدون أي ضغوطات، بدون أي مضايقات، الحمد لله والشكر. يعني كما تشاهد الآن عدد الزائرين تفوق يعني المئات، ده نشاهد من النساء والرجال والأطفال والشيب والشباب، تلاحظهم الآن ده يسيرون سيرا على الأقدام من أطراف قرى القريبة إلى مرقد الإمام السجاد سلام الله عليه. شنو اللي يدفعكم لهذه الخدمة وإلى هذه القدوم إلى هذا المقام الطاهر، رغم أنه كان في زمن الداعش تم تدميره والآن رجع المقام أفضل مما كان؟ الحمد لله، يعني الإنسان خصوصا بالذات نحن أتباع أهل البيت، منذ رحيل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا مضطهدين ومحاربين، ولكن يوما بعد يوم يزدادون ويتمسكون أيضا. يعني المواكب من 10 بداية السقوط إلى 20 إلى 30 إلى 100 إلى الآن فاقت الأعداد المئات الحمد لله والشكر، وصلت لآلاف المواكب إذا حسبناها لكل مناطق العراق، آلاف مؤلفة من المواكب. كانت محاربة، يعني هي مو محاربة للأشخاص، هي محاربة لرسول الله، لمحاربة أهل البيت عليهم السلام. ماذا يحاربني أنا إلي، وماذا يحارب رسول الله، يحارب علي بن أبي طالب، هدف القضاء على هذا الخط النبيل الشريف. ولكن هيهات هيهات، يريدون أن يطفئوا نار الله بأفواههم ويأبى الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق الواضح، النور الإلهي إن شاء الله دائم ويزداد يوما بعد يوم، وتزداد التمسك بهذا الطريق الشريف الطاهر إن شاء الله. الله يتقبل أعمالكم وعظم الله لنا ولكم الأجر. أيضا معنا أحد الزائرين. نعم، سلام عليكم. السلام عليكم عزيزي. نعم، من وين قدومك أنت وطبيعة مجيئك من وين؟ أنا من أهالي قرية قريتاخ قضاء الحمدالية ناحية النمرود. التحقت بالموكب السكينة بنت الحسين مع الأخ المجاهد حسين علي أصغر أحد خدام هذا الموكب.
نعم، واحنا الحمد لله اذا الله مكننا كل سنه نخدم، وان شاء الله يكون الاعداد تزايد يوم بعد يوم من ناحيه الخدم ومن ناحيه الزوار وكذلك من ناحيه المواكب. شلون شفت يعني انت كايضا احد يعني جماعه الموكب، شلون شفت التسهيلات المقدمه سواء من قبل المعنيين؟ يعني من قبل الجهات الحكوميه والاهليه وكذلك؟ والله من قبل الجهات الحكوميه كلش حلوه تسهيلاتهم، ماكو اي تعقيد، ومن ناحيه الاهالي متساهلين ومتعاونين معنا، ماكو اي اشكاليه، الحمد لله ما صارنا اي مشاكل. خدر وخيام شافش كثر آلام، مأجور مأجور حبيبي، خل تدرس العباد، خل تدرس العباد سيرات عاد سيرات عليس من سلطة الظلام، من شافش هالإمام بعين شاهد من زمان كم مصيبة، بيا صبر لما اندفنها جثتي حسين. نعم، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام زين العابدين عليه السلام. ماذا تقدم اليوم بهذه المناسبة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صدق الله العلي العظيم، صدق مولانا الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صدق رسول الله. نعزي الرسول وآل بيته الأطهار ومراجعنا العظام، ونعزي صاحب العصر والزمان أرواح تراب مقدمه الفداء بهذا المصاب الجلال ذكر استشهاد سيدنا ومولانا سيد الساجدين سيد العابدين زين العابدين الإمام علي بن الحسين السجاد سلام الله صلاته عليك عليهم أجمعين. فبهذه المناسبة الأليمة نعزي الأمة الإسلامية وشيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها لهذه الذكرى والمصاب الجلل. السجاد سلام الله عليه الحسين ابن علي هو ابن الإمام الحسين سلام الله الحسين، الذي ضحى بماله وولده وعشيرته وكل ما يملك في سبيل طريق الحق وإعلاء كلمة الله والإسلام والصلاة. فنحن كشيعة أمير المؤمنين ملتزمين بإحياء هذه الشعائر الحسينية إلى أن باقون وعلى العهد سائرون إن شاء الله. مرة أخرى نعزي الأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل، ونحن كخدام للرسول وعلى بيت الرسول وأصحاب مواكب سنويا في هذا المقام الشريف المبارك نقدم الغالي والنفيس في سبيل خدمة زوار أبا عبد الله الحسين. فنسأل الله الباري عز وجل منه ومنكم ومن جميع ومن الزوار القبول بفضل وفضل الصلاة على محمد وعلى محمد. نعم، عظم الله لنا لك المجر. كيف تصف أجواء الزيارة حاليا هنا في نينوى في مقام الإمام؟ رغم الحرارة ورغم المعاناة والمسافات الطويلة التي يقطعها الزوار، نلاحظ ما شاء الله تجديد بالولاء والعهد والالتزام منا كشيعة أمير المؤمنين بإداء هذه الزيارة رغم كل الظروف الصعبة. ونسأل الله أن يديم الأمن والأمان، ونشكر شكر خاص المرجعية العليا الذي بفضل الله وآل البيت وصاحب الزمان وفضله وفضل حشد الشعبي والقوات الأمنية استبد الأمن والأمان في هذه المناطق. فإن شاء الله باقي الأمن، ونحن باقون إن شاء الله على أهد في إداء هذه الخدمة والشعائر الحسينية. نعم، حاليا الاستكبار العالمي المتمثل بالشيطان الأكبر أمريكا يستهدفون قادة الحشد وقادة المقاومة، كيف تجد ذلك؟ نحن بمختصر الكلام المفيد نبشر العالم الإسلامي والأمة الإسلامية وشيعة أمير المؤمنين، ونقول ما دام القائد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأميرنا أمير المؤمنين علي، فإن شاء الله لا تراجع ولا خذلان ولا انتكاس لراية الإسلام، منتصرون بعون الله وبحق محمد وآل محمد. هالإمام بعين شاهد من زمان كم مصيبة، بيا صبر لما اندفنها جثتي حسين السليمة.
جثة حسين موذرة لما نظرها وانحنى واشتد نحيمه يصعب علي وصفها حالته. نعم سلام عليكم وعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد راهب آل محمد الإمام سجاد عليه السلام. نعم طبيعة الخدمة اللي تقدموا أنتم هنا في طريق مشاية الإمام زين العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، نعز العالم الإسلامي ومراجعنا العظام ناس مستشهد الإمام زين العابدين سيد الساجدين في يوم 25 محرم في كل سنة نقيم المواكب، وهناك مشاية على طريق الإمام زين العابدين وإمام رضا، أيضا هناك طريق مشاية، ونحن نقوم بتوزيع الأكل والماء والشاي وكل ما لدينا في سبيل الإمام الحسين وإمام زين العابدين. نعم نلاحظ بأنه هناك مختلف فئات الشباب والأطفال، أيضا الكل يشاركون في تقديم هذه الخدمة، لماذا هذه الخدمة؟ نعم هم الإمام الحسين استشهد في سبيل هؤلاء وفي سبيل نحن أيضا، فلهذا فنقوم احنا وأطفالنا وأزواجنا وبناتنا على طريق الإمام الحسين. كيف تشعر بأنت تقدم الخدمة ومن خلال إقامة الموكب على طريق المشاعر؟ لنا الشرف في أن نقوم بتقديم الخدمة للإمام سيد الشهداء الإمام الحسين والإمام زين العابدين. قد صار لكم تقدمون الخدمة؟ والله صار لنا تقريبا أزيد من 20 سنة نقوم بهذه الخدمة. عظم الله لكم الأجر. خدر وخيام شافش كثر آلام، مأجور مأجور حبيبي، خل تدرس العباد، خل كب هالحال شفته بالحديد مقيدينا، ينزف الدم من رقبته، هل ينزف الدم من حذاء السبايا، من حذاء السبايا، عين مشبوحة على عمت، من حذاء السبايا، عين مشبوحة. نعم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا حول مسير العشق الحسيني وكذلك ذكرى استشهاد الإمام السجاد عليه السلام مستمر في مسير المشاي إلى مقام الإمام زين العابدين عليه السلام. نعم معنا أيضا صاحب أحد المواكب سوف يتحدث لنا عن طبيعة الخدمات المقدمة إلى زوار أبي السجاد عليه السلام. نعم سلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي مولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين بذكرى استشهاد سيد الساجدين إمام العابدين إمام زين العابدين المظلوم عليه السلام. موكبنا موكب أهل موكب قمر بن هاشم أنصار بطل كربلاء، موكبنا موكب خادم، نحن نقيم بكل مناسبات الدينية خاصة على طريق المشاي مدى المقام إمام زين العابدين عليه السلام، بكل مناسبات نقيم موكبنا على هذا الخط، نقدم كل الخدمات، وجبات الطعام نقدم ماء وشربت وجبات الطعام. نعم كيف ترى هذه الخدمة المقدمة للزوار أبي السجاد؟ الخدمة المقدمة شعارنا نحن أصحاب المواكب، نكتب على اللوحة خدمة الزوار شرف لنا، نعتز بهذا الخدمة، خدمة أهل البيت عليه السلام بما هم قدموا لنا، قدموا أنفسهم أرواحهم أموالهم أولادهم لبقاء الدين، ونحن على خطهم إن شاء الله سائرون. نعم نلاحظ بأنه أيضا أنت صاحب يعني عندك إعاقة، يعني شلون تقدر يعني تخدم الزوار أيضا؟ الحمد لله أيام الطائفية أنا يعني صاحب الموكب، استهدفوني يوم 5 محرم 2012 وضعوا عبة لاصق تحت مقعد السيارة، الحمد لله أنا وأطفالي طلعنا خرجنا بسلامة،
ونحن مستمرون. نحن عاهدنا الحسين على السلام، قلنا لو والله لو قطعوا أيدينا وأرجلنا أن نأتيك زحفا يا حسين. نعم العوائل حاليا لا يعيقنا، لا يعيقنا شيء، إذا قطع اليد أو الرجل لا يعيقنا شيء. الحب أهل البيت جار بدمائنا، احنا ورثناه من آبانا، نسلم إلى أولادنا، أولادنا إن شاء الله هذا الخط، احنا سايرون على الخط بدون رجعة. نعم نلاحظ بأن هناك المواكب القادمة من كل أطياف الشعب المصلي لصوب المقام الإمام، هذه اللحمة الوطنية وكذلك مشاركة العزاء لكافة الأطياف، ما هي الرسالة؟ أهل البيت هم أهل البيت، هم الخط الوحيد اللي يجمع المسلمين، كل المسلمين يقتدون بأهل البيت وغير المسلمين في العراق. الأخوة المسيحية يزيدين شاركوننا في كل مناسبات، يشاركوننا في مجالسنا في أفراحنا وأحزاننا، أهل البيت يجمعنا، الروح الحسين عليه السلام يجمعنا. نعم هل ستستمر بتقديم الخدمة للعوائل المواقف؟ الخدمة مستمر إلى قيام القائم عجل الله فرجه. الخدمة مستمر، لا ينقطع الخدمة، خدمة مستمر، ما بقى الإسلام خدمة مستمرة على الإسلام. نعم مشاهدينا الكرام، كما استمعتم إلى أحد خدام الموكب لتقديم الخدمة إلى زوار أبي السجاد راهب آل محمد صلوات الله عليه، رغم الإعاقة ولكن أيضا مستمر في تقديم الخدمة، ونحن مستمرين أيضا معكم في تغطيتنا لهذا اليوم، فكونوا معنا. من حدا ضعني السبايا عين مشبوحة على عمته، ينادي من يقدر يحمله هذا المصاب الحملته، إيه هذا المصاب إيه وشيل أبو المقطوع فوق الرمح مرفوع فوق ما شاء الله هلا تبكي حرم ويتام شاف شافش مأجور مأجور حبيبي خل تدرس العباد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى بيته الطيبين الطاهرين. عظم الله وجورنا وجوركم بذكرى استشهاد الإمام سيد العابدين وسيد الساجدين الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. في هذه المناسبة الجليلة يتوافد الآلاف من محبي أهل البيت ومن كل الأطياف والديانات إلى هذه المقامات الشريفة لإحياء هذه المناسبة الأليمة على قلوب جميع الموالين في كل بقاع العالم، حيث أن يتجدد العهد والولاء لهذا الإمام المعصوم بأن يسيرون على الدرب من أجل استشهد وهو الإمام بالله سبحانه وتعالى وبأنبيائه، وكذلك المشي في الدلالات تمشي عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك إنادة الأذى والوقوف بوجه الظالمين مهما كان عددهم وفي أي وقت وزمان. يعتبر مقام الإمام زين العابدين من المقامات الرئيسية يتوافد فيها أكثر الزوار في أكثر مناسبات ولادات وأئمة أهل البيت، حيث أن روايات كثيرة أن السبايا أثناء مسيرهم مروا في هذه المنطقة ولهذه المكان دلالات كبيرة وجدا، حيث أن هناك كثير من الناس استشفوا من هذا المقام الشريف أثناء زيارتهم إلى هذا المقام الشريف، وذلك يعتبر الإمام زين العابدين هو عليل كربلاء، والذي يأتي لهذا المقام الشريف هو طلب الشفاء وطلب الشفاعة أيضا منه ومن آبائه وأولاده الصالحين. نعم مقام الإمام مر بمراحل كثيرة من حيث البناء من وكذلك أيضا كان آخره هدم المقام بالكامل أبان الحقبة الظلامية تنظيم داعش الإرهابي، حاولوا إسكات وحاولوا طمس المعالم ولكن هل استطاعوا، وكيف حاليا المقام الإمام؟ حاول الظلاميون من عصابات داعش الإجرامية منذ سيطرتهم على محافظة نينوى عام 2014 بطمس معالم أهل البيت في عموم محافظة نينوى، فقاموا بتدبير كافة المقامات الشريفة وخصوصا هذا المقام حيث فجروه بالكامل. ومنذ بداية التحرير ارتأينا نحن كمديرية الوقف الشيعي في نينوى بإعداد التصاميم اللازمة
في إكمال وبناء هذا المقام الشريف وفق الطرز المعمارية الحديثة المستوحاة من المراقد الشريفة في المحافظات الجنوبية وكذلك من المراقد الموجودة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث استنبط من هذا العمل كفر الطراز المعماري الحديث الذي يبين على رمزية وقدسية هذا المقام الشريف، حيث أن المقام تم بناؤه على خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 وتم بناؤه وإنجاز العمل خلال بداية 2021، ونحن الآن في صدد إعداد التصاميم اللازمة لإكمال الأواوين الخاصة بالمقام الشريف وكافة المجتمعات الأخرى، وقريبا إن شاء الله سيتم المباشرة بي بعد الأربعينية الإمام الحسين عليه السلام. المقامات الأخرى سواء كان مقام الإمام الرضا ومقام الإمام العباس وكذلك مقام السيدة زينب في سنجار، هل كل هذه المقامات حاليا تشهد زيارة أم فقط مقتصر على مقام الإمام زين العابدين؟ كل المقامات والمراقد الشريفة في عموم محافظة نينوى وسواء تل عفر أو سهل نينوى هناك زيارات كثيرة جدا إلى هذه المراقد وهذه المقامات الشريفة، وذلك لمواساة الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام وكافة الأئمة المعصومون بهذا المثاب الجلال وهو استشهاد الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم، هذه الزيارة وهذه الأجواء الإيمانية وكذلك توافد الآلاف من المعزين من كل مناطق سهل نينوى وقراها، كيف ترى حاليا طبيعة الخدمات والمواكب المنتشرة؟ هل هناك رقابة وهل هناك مثلا تأمين لهذه الزيارة؟ طبعا هناك تنسيق تام من قبل القوات الأمنية وخصوصا لواء 30 في تأمين هذه الزيارة إلى كافة المقامات الشريفة، هناك تنسيق أيضا من قبل المواكب الحسينية في تقديم الأطعمة والأشربة للزائرين لهذه المقامة الشريفة، هناك تنسيق أيضا بين كافة الدوائر الخدمية في محافظة نينوى من دائرة الكهرباء وأيضا دائرة الماء وكل الدوائر الخدمية الأخرى، وبدورنا نشكر كل الجهات المسؤولة والمسؤولة الجهات الإدارية وكذلك الدوائر الخدمية والأمنية في المحافظة على تعاونهم معنا في تأمين هذه الزيارة. دار يحمله هذا المصاب الحملته هذا المصاب عار وشيل أبو المقطوع فوق الرمح مرفوع ما شاء الله. هلا ان شاء الله اجواء زياره مباركه ان شاء الله. جاء محمد وال محمد المعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد سيدي مولاي علي بن الحسين عليه السلام، وهذا المصاب مصاب جلل لكل اهل الشيعة بالعراق كلهم ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه احنا نزورهم ونزور الامام الحسين عليه السلام باربعينيه الامام الحسين عليه السلام ونواسي مولانا صاحب العصر والزمان. والله أجواء زيارة الحمد لله وشكر أمن وأمان، والفضل مثل ما يقول الله ومحمد وعلي وآل البيت والقوات الأمنية مالنا والحشد الشعبي مالنا الحمد لله. الكل مشاركين، كل الطوائف والأديان، كل الطوائف والأديان مشاركين بهذه الزيارة، يعني مو زيارة بس إنه شيعة فقط، إنه ألا من أخواننا السنة أخواننا المسيحيين إن شاء الله كلهم على منهج واحد مثل ما يقول يمشون. نعم، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى استشهاد الإمام سجاد. نعم مشاهدين الكرام، وعد الإمام زين العابدين عليه السلام من البكائين الخمس الذين أقرحت الدموع جفونهم وغيرت ملامحهم ووجوههم، فقد رأى مصارع إخوانه وأعمامه وأبيه سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وقد فصل بين أجسادهم ورؤوسهم وغسل الدماء وأكفانهم الرمال. ها قد وصلنا وإياكم إلى نهاية تغطيتنا لهذا اليوم، نستودعكم وعظم الله لنا ولكم الأجر وإلى اللقاء. عين مشبوحة على عمته، عين مشبوحة ينادي من